ناس كتيره بتحب تاكل جنك فود على السحور، بس انا راجل صحي، وعشان كده جبت كتاب الطبخ ده من انجلترا عشان ماما تعمل لنا احلى جنك فود بس ما يبقاش جنك. ودي اول تجربه ماما عملتها لنا، احلى برجر في الدنيا كلها. تعالوا نجرب. ماما. نعم. هو انت متاكده ان انت عملت البرجر ده في صفحه البرجر في الكتاب اللي انا اديتهولك؟ طبعا. هو ايه، مش عاجبك ولا ايه؟ لا عجبني قوي يا ماما، بس حلو، حلو قوي. اهي لو ما كانش عملتها من طبق من صفحه الفسيخ. خد، ابقى اطلب الدليفري بتاعك لو مش عاجبك اكلي. حلو يا ماما حلو. حلو ايه؟ في رمضان هذا العام استمتع بعروض على الرسوم العضويه وتسوق من 33 دوله حول العالم. اشترك الان على shopandship.com.